مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ومنتخب مصر المكفوفين الرجال صعد لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وده بعد غياب عن الدورات البارالمبية لمدة 32 سنة، وده بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين واللي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر. جه تأهل مصر وحصولها على بطولة أفريقيا بعد الفوز على منتخب الجزائر الشقيق في النهائي بنتيجة 4-3. ومسؤولين عباسة الأهلي قاموا بتسليم قميص الأهلي الأساسي والاحتياطي موقعا عليه من لاعبة الفريق الأول لكرة القدم، وده بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الحصول على القميص أو قميص الأهلي من أجل وضعه في متحف فيفا. كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كشف عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين والمنافسين على جائزة ذا بيست أفضل لاعب لعام 2023، وبيتنافس على الجائزة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي، وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند قاطرة مانشستر سيتي.